بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الفصل الخامس من مقرر مقدمة في قواعد البيانات. في هذا الفصل إن شاء الله سنتحدث عن نمذجة البيانات باستخدام نموذج العلاقة. بداية، نموذج العلاقة R Diagram اختصارها بشكل هذا اللي هي Entity Relationship Diagram هو نموذج عالي المستوى. قلنا عالي المستوى انه بيستخدم فيه رسومات يقوم بعرض بناء البيانات، وهذا بسموه High Level Conceptual Data Model، يعني مفاهيمي عالي جدا قريب من لغة الإنسان. يتم استخدام هذا النموذج في العادة أثناء مرحلة تصميم المفاهيم Concepts. مفاهيم زي ايش؟ زي قلنا زي الطالب، مفهوم مؤسسة مثلا زي الجامعة فيها مفاهيم زي الطالب، المساق، الكلية وهكذا. الناتج من استخدام النموذج اللي هي الER Diagram هو مخطط البيانات. يتم تمثيل بناء البيانات والقيود المطلوبة عليها باستخدام أشكال رسومية، لذلك سمي عالي المستوى. بداية نتطرق إلى المفاهيم والمصطلحات الأساسية في الـ ER Diagram. أولاً الكيان. إيش هو الكيان؟ هو الوحدة الأساسية التي يتم تمثيلها بنموذج العلاقة الـ ER Diagram. يعني أول شيء بنبدأ بالكيان، ويشير هذا إلى أي شيء حقيقي في الحياة، سواء كان له وجود فعلي زي الطالب، الموظف، سيارة أو أي شيء، أو وجود منطق مثل شركة، وظيفة أو مقرر. إذن الكيان هو أي شيء بنهتم إن نخزن عنه بيانات داخل قاعدة البيانات. أي شيء موجود على أرض الواقع بدنا نخزن عنه بيانات. مفتاح الكيان، لكل كيان مفتاح عبارة عن صفة أو صفات تعرف الكيان بطريقة وحيدة. يتم تمثيل الكيان باستخدام شكل مستطيل. لو أجينا هنا للكيان الطالب، فإحنا بنروح بنرسم مستطيل هكذا وبنكتب هنا الطالب، فأصبح عندي كيان للطالب. عشان نخزن البيانات تبعت الطالب بنحتاج إنه نجيب الصفات تبعت كل كيان. الصفات عندنا بسموها أتريبيوت. إذا عندي حاجة بسموها كيان إنتيتي وعندي أتريبيوت. الأتريبيوت هي صفات تصف الكيان، زي الطالب، اسم الموظف، عمر الطالب، مرتب الموظف، هذه البيانات بسموها صفات. الصفة لها أنواع، ممكن تكون بداية بسيطة أو مركبة. بسيطة بشكل هذا، والصفة يمكن أن تكون أحادية القيمة أو متعددة القيم. وعندي صفة بسموها صفة مشتقة وتتمثل بخط متقطع، حنمر عليهم واحدة واحدة. إضافة يوضع خط تحت اسم الصفة أو الصفات التي تمثل مفتاح الكيان. إيش يعني مفتاح الكيان؟ يعني لو أنا عندي طالب له صفات، كيف بدنا نميز طالب عن طالب آخر؟ من خلال الصفات اللي موجودة له، من خلال الصفات اللي موجودة له. لكن في هذه الصفات هناك صفة تميز كل الصفات لطالب معين، يسموها مفتاح الكيان. يتم تمثيل الصفة باستخدام شكل بيضاوي زي هيك بالشكل هذا. المزدوج هو موضع بشكل التالي. المزدوج لمين؟ لمتعددة القيم، هذه لقيمة أحادية، بشكل هذا قيمة مشتقة. نجيب مثال، الصفة البسيطة زي درجة الطالب، تمام، أو العمر أو تاريخ الميلاد أو الهاتف، ممكن نقول عنها صفة بسيطة. لكن تعال أنت، اسم الطالب، اسم الطالب هي عبارة عن صفة مركبة. طبعا هنا في عندنا غلطة، هنا هذا العمر مش صفة لاسم الطالب، العمر صفة للطالب، تمام. الهاتف صفة متعددة، الألوان صفة متعددة. الصفة المركبة زي ما انت شايف انه اسم الطالب بتكون من الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة أو العائلة الموجودة. الصفة متعددة القيم مثل الهاتف، موظف، انه ممكن يكون عنده اكثر من هاتف، اكثر من جوال، اكثر من رقم، هاتف البيت، هاتف العمل. الوان السيارة قد تكون من لون واحد وقد تكون من عدة الوان، فهذه بسموها صفة متعددة. نراجع مع بعض، عندنا صفة بسيطة
وعندنا صفة مركبة، وعندنا صفة متعددة، وعندنا صفة مشتقة. الصفة المركبة إنه ممكن تكون تتكون من أكثر من صفة. الصفة البسيطة هي صفة مش ممكن تتكون من صفات تانية. الصفة المتعددة هي صفة بتاخذ أكثر من قيمة. تمام؟ العلاقات، العلاقة R للريليشن، صار هنا الجدول بسميه ريليشن، بمجموعة من الكيانات، الكيان الأول لحديت كيان N هي مجموعة تمثل الارتباطات بين هذه الكيانات. تمام؟ إذا في عندي علاقة بين كيان وكيان. كل وحدة في العلاقة R اللي هي أي جدول عندنا، إحنا بنفهم المصطلح عندنا اللي هو العادي بنقول عنه جدول في العملي، هي عبارة عن اتحاد أو ارتباط بين الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة، بحيث أن هذه الوحدة هي دينستان تحتوي على صف واحد من كل كيان مشارك في العلاقة. في العلاقة المرجعية من كيان إلى كيان آخر يجب أن يتم تمثيلها في نموذج العلاقة باستخدام علاقة وليست كصفة في الكيان. نشوف الشهادة بنمثله. العلاقة بيقول عنها دايموند شيب، شكل معين زي ما انت شايف فيك، شكل معين. العلاقة لها درجات. إذا أهم شيء إنه نعرف العلاقة بتكون رابط بين كيانين. إيش يعني رابط؟ يعني الكيان اللي هذا بيشارك فيها بالصفات تبعته، والكيان اللي هنا بيشارك بالصفات تبعته. درجة العلاقة بتحدد حسب عدد الكيانات المرتبطة فيها. يعني هذه ما فيش لها ولا كيان، صفر. هذه لها كيانين، نقول اثنين. هذه ثلاث كيانات، ثلاثة. طب لو كان فيها كيان واحد بالشكل هذا، لو في كيان واحد بنقول عنها علاقة أحادية من الدرجة الأولى. تمام؟ في عندي قيود على العلاقة. إذا عرفنا أنه درجة العلاقة هي عبارة عن عدد الكيانات المرتبطة بالعلاقة. القيود على العلاقة اللي هي علاقة أنواعها، في ثلاث أنواع: علاقة واحد إلى واحد، علاقة واحد إلى كثير أو واحد إلى متعدد one to many one to one، علاقة كثير إلى كثير many to many. إذا هاي الثلاث أنواع اللي موجودة عندنا. نجيب أمثلة على العلاقات. علاقة واحد إلى واحد، نرجع لورا شوية، بنقول إنه الطالب من الصفات له العنوان والرقم الطالب واسم الطالب. طبعا العنوان هذا ممكن يبقى صفة بسيطة لو أنت عندك حسب البرنامج اللي أنت عاوز تعمله أو حسب قاعدة البيانات اللي أنت عاوز تعملها. لو كان صفة بسيطة بنحط العنوان هكذا، لكن لو كان العنوان صفة مركبة ممكن نحط العنوان الدولة، المدينة، الحي، الشارع، رقم الشقة، بس تكون هذه صفة مركبة. طبعا نلاحظ أنه عندنا رقم الطالب هو عبارة عن مفتاح للكيان. كذلك سجل الطب للطالب، في عندي رقم اللي هو المفتاح والتاريخ والمستشفى اللي تابع له. معناه هنا أنه كل طالب له سجل طبي واحد. لو احنا قرناها من اليمين للشمال، احنا في هذه العلاقة اللي هي الموجودة هنا، علاقة ثنائية بين كيانين، الطالب عنده سجل طبي. نقرأها كذا من اليمين للشمال، الطالب الواحد عنده سجل طبي واحد، والسجل الطبي الواحد يتبع لطالب واحد. يعني لكل طالب سجل واحد، نوع العلاقة واحد، والسجل يكون لكل طالب واحد، نوع العلاقة واحد. إذا هذا السجل يشارك بسجل واحد، والطالب بتشارك بسجل واحد. إذا هذه العلاقة one to one. مين يجيب لي كمان مثال عليها؟ لو قلنا كمان مثال الدولة والرئيس. الدولة لها رئيس واحد ورئيس يرأس دولة واحدة. تمام؟ العلم والدولة، الدولة لها علم واحد والعلم يتبع لدولة واحدة، وهكذا. هذه علاقة واحد إلى واحد أو one to one. علاقة one to many، واحد إلى أن، واحد إلى متعدد، هي علاقة بين الموظف والأبناء له في الشركة. فالموظف يعول عدة أبناء، والابن الواحد يتبع لموظف واحد. تمام؟ طبعا هنا لو كانت 1 to 1 وهذه أن to 1 فبنلاقي الأن أكبر، عشان هيك أخذنا إنه الابن ممكن أكثر من ابن يبقى تابع لموظف واحد. إذا بصير عند الموظف الواحد يعول عدة أبناء، وهذه البيانات اللي تابعة له. تمام؟ طيب لو إجينا إحنا لاحظنا
انه عندي هنا الكيان هذا له مستطيلين، شايفين يعني دبل لاين، وهنا الكي تبع الكيان تحتيه نقط، هذا حنرجع لها وهذا بسموه كيان ضعيف. هنا لو احنا جينا نشوف الكيانات، هاي الكيان الضعيف حنرجع لها قدام ان شاء الله. اذا عندنا هنا اللي موجود انه الموظف يعول عدة ابناء والابناء بتبعوا لموظف واحد. طبعا وان تو ماني، الموظف يعمل في قسم والقسم يعمل فيه موظف واحد. طبعا الصفة هذه تاريخ العمل، طبعا بتقدرش تقول تاريخ العمل تابع للموظف. كيف يعني؟ لو حطيت انا الصفة هذه للموظف بطلت تعني لي شيء، ولو حطيت الصفة هذه لقسم بتعني ليش شيء. الصفة هذه بتنوجد عندما انه موظف يتبع لقسم، عندما انه موظف عندي يتبع او يعمل قسم. تمام. طبعا احنا نيجي النوع الثالث اللي هو ايش؟ كثير الى كثير او ماني تو ماني. في عند الطالب بسجل اكثر من مقرر او اكثر من مساق، والمقرر بسجل فيه اكثر من طالب. هذه اللي هي الكيانات الموجوده عندي. طبعا العام والشعبه هي عباره عن صفات تابعه للعلاقه اللي موجوده، من العلاقه اللي هي تسجيل الطالب لمساق. بدون الطالب ما بنقدرش نحط العام والشعبه، وبدون المقرر ما بنقدر نحط العام والشعبه. اذا العام والشعبه بنولدوا عند تسجيل طالب لمقرر، وهذه الصفات ما بينفع تكون العام، يعني حطينا 2000 كل عام، حطينا 2010 2011 2020 للطالب، ايش بتعني لي؟ بتعني ليش شيء. اذا هي عباره عن صفه غير تابعه لمين؟ للطالب، ولا حتى صفه تابعه للمقرر، هي صفه توجد من ارتباط الطالب بالمقرر. اتمنى تكون وضحت الفكره هذه. الانواع القيود على العلاقات، طبعا احنا لما بنقول الطالب بسجل والمقرر يتبع، في هنا قيد في التسجيل. يعني كيف؟ قيود على العلاقه، انه اكم طالب بده يسجل الماده ممكن نحطه قيد. فبدنا نشوف كيف القيود هذه بنتعامل معها. في نوع من القيود بيقول عنه الاشتراك، اشتراك اللي هو الكيان بالعلاقه، هو يحدد اما اذا كان وجود الكيان يعتمد على كونه مرتبط بكيان اخر عن طريق العلاقه. في عندي نوعين من الاشتراك، قيود الاشتراك، اشتراك كلي واشتراك جزئي. الاشتراك الجزئي او الاشتراك الكلي برمزوا له بالرمز خطين كده على العلاقه. ايش معنى الكلام؟ انه كل كيان يجب ان يرتبط بانستانس في العلاقه، لازم يشارك على الاقليه بسجل واحد. يتم تمثيل الاشتراك الكلي برسم خط مزدوج يربط الكيان المرتبطه بهذه العلاقه مثل هذا الكلام. طيب احنا حتى الان نمر على التعريف ونشوف كيف بالأمثلة بتوضح معنا أكثر. الاشتراك الجزئي معناها أنه جزئي من اسمه، أنه بعض الكيانات ترتبط ببعض الوحدات في العلاقة، ويتم تمثيله بربط برسم خط مفرد يربط الكيان. يعني هو باي ديفولت افتراضيا كل الرسمات بتكون ارتباط جزئي. لو أنت بدك تحط ارتباط كلي معناها أنه يجب أنه الكيان هذا يشارك بالعلاقة. نشوف هذه الأمثلة. عندنا الطالب عنده سجل طبي، لاحظ هنا عند السجل الطبي في خطين أو خط مزدوج، معناها إنه الطالب لازم يكون عنده سجل طبي. لو حطيتها خط واحد إنه ممكن يكون عنده طالب ما عنده سجل طبي. أرجع أعيد، الخطين معناها إنه الطالب هذا يبقى عنده سجل طبي، والسجل الطبي اللي هنا يجب ان يتبع لطالب، يعني ما ينفعش سجل طبي ينحط هيك لحاله. لكل طالب سجل واحد، السجل يكون لطالب واحد، يمكن ان يكون بعض الطلبه ليس لديهم سجل، اشتراك جزئي. كل سجل لابد ان يكون يتبع طالب معين، اشتراك كلي، يعني هذا الطالب ممكن ما يكونش عنده سجل طبي، يسموها بارشال، اشتراك جزئي زي ما انت شايف. هنا توتال، اشتراك كلي، انه الطالب السجل الطبي لازم يكون تابع لطالب على الاقل. تمام. لو حطيناها هيك انه ممكن يكون السجل هذا مش تابع لاي طالب. في عندي حاجه بسموها الكيان الضعيف. الكيان الضعيف باختصار هو الكيان اللي بيعتمد وجوده على وجود كيان اخر. اذا صار عندنا نوعين من الكيانات،
كيان قوي بسموه strong entity، وكيان ضعيف بسموه weak entity. weak يعني ضعيف. الweak entity بداية هو الكيان اللي فيش فيه كي، يعني بتقدرش تطلع من صفاته صفة كي. والكيان الضعيف يرتبط بوجوده بكيان آخر وعرف له، يعني لازم يعتمد على كيان تاني، تمام؟ والكيان الضعيف دائما يرتبط بارتباط كلي مع العلاقة، إذا في ارتباط كلي يتم تمثيل الكيان الضعيف مستطيل مزدوج. كيف كيف؟ اثنين كما هو مبين بالشكل. طبعا الكيان الضعيف عشان احنا نحط له كي بنحط حاجة بسموها بارشل كي أو مفتاح اصطناعي أو مفتاح الجزئي، وهو عبارة عن الصفات التي تعرف الكيان الضعيف المرتبط بالكيان المعرف له. يعني هذه الصفة اللي بتربطه بالكيان اللي معرف له، احنا مختصرا نسميه أبوه، تمام؟ المفتاح الجزئي يتم تمثيله عن طريق وضع خط متقطع تحت الصفات المكونة له. إذن هذا مش مفتاح كلي، مفتاح جزئي. والكيان الضعيف والعلاقة يتم تمثيلهم بخط مزدوج. إذن هذه معناها إنه العلاقة هذه جاية من كيان ضعيف. نيجي نشوف الكلام هذا، نرجع للمثال اللي موجود عندي هنا. إيش معناه؟ إنه الموظف اللي موجود عندي ممكن يبقى له ابن وممكن ما يبقالوش ولا ابن، لأنه هذه العلاقة جزئية. لو أنا حطيت خطينها معناها إنه الموظف يجب أن يكون له أبناء، طبعا هذا كلام غير منطق. الكيان الضعيف اللي هي أبناء هذه إنه بيحتويش على إيش؟ مفتاح لذاته، يعني فيش فيه رقم الابن، رقم هوية الابن، عشان هيك أخذنا الاسم كمفتاح جزئي. ممكن إنه تتكرر الأسماء يعني لأبناء الموظفين، لكن مش ممكن تتكرر الأسماء لأبناء موظف واحد. والكيان هذا يعتمد وجوده على الموظف. يعني كيف يعتمد وجوده على الموظف؟ يعني لو إحنا عندنا موظف بياناته موجودة وبيانات أبنائه موجودة، تقاعد أو استقال، أنا بتم محتفظ بأسماء أبنائه. كان أنا حذفت بيانات الموظف ذات نفسه، ايش بدي في بيانات الابناء؟ فمعناها انه الكيان هذا يعتمد البيانات تبعته في وجودها على وجود كيان اخر، تمام؟ وهنا ايش معناها؟ انه اشتراك كلي، انه لازم يكون عندي اي بيانات للابناء تبقى تابعه لموظف، تبقى تابعه لمين؟ لموظف موجود. هذا ارتباط كلي، بينفعش عندي ابن مش تابع لاي موظف. نيجي نطبق أمثلة على الكلام هذا. نبدأ مع بعض، بقول لك شركة تجارية لديها مجموعة من الأقسام لتنفيذ أعمال الشركة، ولكل قسم بدأ يتكلم عن قسم. إذن القسم هذا كيان، اسم القسم، رقم القسم، هاتف القسم، ولدى الشركة عدد من الموظفين الذين يعملون في الأقسام المختلفة. إذن عندنا موظفين كالتالي. إذن إيش البيانات اللي بده إياها للموظفين؟ اسم الموظف، الرقم الوظيفي، العنوان، الراتب. ويتم تسجيل تاريخ عمل كل موظف في قسمه في سجل توظيف الموظفين. طيب اقترح نموذج بيانات لتمثيل بيانات هذه الشركة. أول خطوة بنعملها بنحدد الكيانات، الكيان اللي عندي هيو، والبيانات تبعت الكيان اللي هي الصفات هيها. إذن عندي كيانين، القسم والموظف، من ثم بنحدد مفتاح الكيان. ايه تقولكم نطلع من هنا مفتاح كيان؟ هل اسم القسم ولا رقم القسم ولا الهاتف؟ لو اخذنا اسم القسم بتكرر، والرقم كذلك ممكن ما يتكرر، لا بتكررش، رقم القسم ما بتكررش، الهاتف ممكن ايش؟ يبقى كل الشركة فيها تليفون واحد. بالنسبة للموظف، اسم الموظف، الرقم الوظيفي، العنوان، الراتب، اخذنا الرقم الوظيفي اللي هو ايه كمفتاح للكيان. بعدين بنحدد العلاقات الموجودة بين الموظفين والأقسام. إذن هاي حددنا الكيان والصفات، حددنا الكيان قسم وصفاته، العلاقة يعمل إيش نوعها؟ من كلامه قال لك إنه القسم الواحد بيعمل فيه عدة موظفين، والموظف الواحد بتبع لقسم واحد، إذن العلاقة واحد إلى متعدد. نرجع تاريخ العمل، هي عبارة عن صفة للعلاقة اللي موجودة عندنا.
تمام؟ الموظف يعمل في قسم واحد والقسم به عدة موظفين، يمكن أن يكون بعض الموظفين لديهم أقسام، تمام؟ وممكن ما لهم مش أقسام، إذا اشتراك جزئي. لكن تاريخ التاريخ العمل كانت هذه عبارة عن صفة أضيفت لمين؟ للعلاقة يعمل. طب لو أنا رحت حطيت هنا خطين القسم، إيش معناها؟ إنه كل قسم يجب إنه يكون فيه موظفين، إن فيش أي قسم فيش فيه ولا موظف. طبعًا أنت بداية ما بتقدر أنت تحط قسم، وهذا غلط يعني منطقيًا، لأنه أنا بالبداية بحط القسم فاضي وبعيش بسكن على الموظفين، تمام؟ فما بقدرش أضيف أقسام بدون ما أضيف لها موظفين. فهذه دير بالك من النقطة هذه، إنه إيش معنى اشتراك كلي واشتراك جزئي. المثال الثاني، جامعة تقوم بتدريس مجموعة من المقررات الدراسية للطلبة، وقررت تسجيل البيانات الخاصة بالطلبة والمقررات وعملية تسجيل الطلبة للمقررات. كل مقرر له البيانات التالية. إذا عندنا أول كيان اسمه مقرر، اسم المقرر، رقم المقرر، عدد الساعات، وبيانات الطالب المطلوبة هي اسم الطالب، الرقم الجامعي، العنوان. يقوم مسجل الكلية بتدوين العام الجامعي والفصل الدراسي ورقم الشعبة عند تسجيل، لاحظ معي، عند تسجيل الطالب لأي مقرر. ده في كلمة تسجيل. نبدأ مع بعض نشوف كيف نرسم الشكل هذا. أول شيء حددنا الكيانات وطلعنا مفتاح الكيان. بعد هيك عملنا العلاقة، علاقة تسجيل. هاي الكيانات، هاي العلاقة، يسجل. طيب يسجل العلاقة اللي موجودة بين الطالب، الطالب يمكن أن يسجل مجموعة من المقررات، والمقرر يسجله مجموعة من الطلبة. يمكن أن يكون بعض الطلبة ليس لديهم مقررات، اشتراك جزئي، هي هذه النقطة. ويمكن أن يكون بعض المقررات غير مسجل فيها طلبة، تمام؟ إذا اشتراك هذا برضو جزئي للطالب، انه ممكن ما يبقاش عنده مقررات والمقرر ما يبقاش عنده طلاب. بالنسبة للعام والفصل والشعبة، هذه صفات لمين؟ للعلاقة اللي هي يسجل بين الطالب والمقرر. هذا المثال الثاني، تمام؟ نجيب المثال الثالث. بقول لك مركز صيانة أجهزة كهربائية يقوم باستقبال أجهزة العملاء وتسجيلها في سجل الإصلاحات، ثم يقوم بتحديد الفن الذي يقوم بإصلاح الجهاز وتسجيل قطع الغيار المطلوبة للجهاز والتي طلبها الفني من المخازن. إذا كانت بيانات الجهاز هي رقمه المسلسل واسم الصنف وبيانات العملاء، تمام؟ هذه إيش؟ بيانات مين؟ الجهاز. بيانات العملاء هي رقمه، اسمه، ورقم الهاتف. وبيانات الخاصة بالفني هي رقمه واسمه وتخصصه. وبيانات قطع الغيار هي رقم القطعة وسعرها. ويتم تسجيل تاريخ دخول الجهاز لمركز الصيانة في سجل الإصلاحات، ويتم تسجيل عدد قطع الغيار في سجل احتياجات الأجهزة. بداية بنطلع الكيانات. إذا أول شيء أنا لقيت أنه في عندي اللي هو العملاء، أخذنا اسم العميل ورقم العميل والهاتف، وقلنا رقم العميل هو مفتاح اللي هو الكيان. في عندي اللي هو الفني، رقم الفني واسم الفني والتخصص. في عندي الجهاز، رقم الجهاز واسم الصنف، تمام؟ وفي عندي قطعة الغيار، رقم القطعة والسعر، رقم القطعة والسعر. ويتم تسجيل تاريخ دخولهم، تمام؟ إذا في عندي علاقة موجودة إنه العملاء بملكوا الجهاز، علاقة ملكية عميل الجهاز، وعلاقة إصلاح الفني للجهاز، وعلاقة احتياج الجهاز لقطع غيار. كم علاقة في عندي؟ ثلاث علاقات. بنحطهم زي ما هم. هاي اللي هو الكيان الأول، هاي الكيان الثاني، هاي الكيان الثالث، وهاي الكيان الرابع. العلاقة اللي هي العميل يملك جهاز، هذا معناها إنه العميل الواحد يملك عدة أجهزة، ممكن يصلح عدة أجهزة. والاشتراك هذا اشتراك كلي، إنه يجب إنه يكون الجهاز تابع لعميل، يعني لازم يكون واحد جاب لي عشان أصلحه. العلاقة الثانية، الجهاز يحتاج قطع غيار، الجهاز الواحد ممكن يحتاج عدة قطع غيار، والعدد هو عبارة عن صفة لا يحتاج، يعني ممكن يحتاج قطعة، قطعتين، ثلاثة، أربعة، بنحطه فوق هنا، تمام؟
الجهاز والفني، الفن الواحد بيصلح عدة أجهزة، والجهاز الواحد بيصلح فن واحد، لأنه في تخصص في الموضوع، فيصلح بياخذ التاريخ اللي المطلوب في التصليح. انه هذا التوضيح اللي هو الكلام اللي احنا قلناه بشكل هذا. نجيب كمان مثال، ولك مركز طبي يقوم باستقبال المرضى، ويقوم الطبيب المختص بالكشف على المريض، ومن الممكن أن يطلب الطبيب بعض التحاليل للمريض. بيانات الأطباء هي أول كيان، هي اسمه والرقم الوظيفي والتخصص، بينما يتم تسجيل هذه البيانات للمريض، الاسم ورقم المريض، وعند كل زيارة يتم تسجيل تاريخ الزيارة. وبيانات التحليل اللي هي تحليل اللي طلبها الطبيب، هي اسم التحليل ورقمه وتكلفته، وأيضا يتم تسجيل تاريخ إجراء التحليل. ويحتوي المركز على أماكن للتنويم، غرف يعني المبيت، ويتم تسجيل تاريخ الدخول والخروج ومسلسل التسجيل ورقم الغرفة. اقترح نموذج بيانات لتمثيل بيانات المركز الطبي. سهل جدا، أول شيء جبت الطبيب، هي البيانات اللي أنا بدي أخزنها عن الطبيب. طبعا الكلام هذا من وين جبناه؟ حكيناه في المحاضرات الأولى، إنه إحنا هذا من خلال اللي هو الانترفيو، اللقاءات، بسموه جمع المتطلبات. بالنسبة للمريض، رقم المريض واسمه، والتحليل كذلك، وسجل التنويم، هاي البيانات اللي احنا موجودة عندنا. ايش العلاقة اللي موجودة؟ انت ممكن تعمل من الكلام هذا العلاقات اللي انت بتشوفها، ممكن انت تقترع علاقات، يعني تقول الطبيب يعالج مريض، والمريض يحتاج الى تحليل، والمريض يعني انه ينوم في سجل تنويم مثلا. وممكن تحط علاقات تانية انت تقترحها حسب التخيل عندك، يعني الاشي open mind. تمام. طبعا هنا لو احنا جبنا الكيانات، هاي الطبيب، هاي المريض، بنرسمهم بشكل هذا، كل كيان وصفاته، وبنبدأ بالعلاقات واحدة واحدة. الطبيب يعالج مريض، العلاقة توتال هنا، كلي، لازم كل مريض يعالجه، والعلاقة ما بينهم انه ماني تو ماني، انه الطبيب الواحد بيعالج اكتر من مريض، والمريض الواحد بيعالجه اكتر من طبيب. وتاريخ المعالجة هذه صفة لمين؟ لا يعالج. المريض يحتاج تحليل طبي، المريض ممكن يحتاج لأكثر من تحليل طبي، وأكثر من تحليل طبي ممكن يجرى للمريض. هذا كلام منطقي، إنه ممكن المريض نعمله أكثر من تحليل سي تي وبلاد سيلز وهكذا. تمام. فهذا التاريخ بنحطه على الصفة يحتاج. بالنسبة للتنويم، مين اللي بده ينام؟ المريض، مسجل في سجل التنويم إنه المريض الواحد ممكن ينام عندي أكثر من مرة. تمام. والسجل التنويم بيطبع لمريض واحد مش لأكثر من مريض، العلاقة واحد إلى متعدد. هذا هو وصف الكلام اللي موجود عندي. بالنسبة للمثال الأخير، بتمنى أنه أنتم تعملوه وتجربوا فيه في البيت، كيف يعني طبقوا الكلام هذا، وترسلوني في حال كان هناك أي مشكلة في عمل هذا. طبعا هذه البيانات واضحة بالشكل هذا، أرجو منكم التمرين على هذه الأمثلة أكثر من مرة. وهذا والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.